بسم الله الرحمن الرحيم. اللي انا شايفاه ان الصيام عاوز تركيز اكتر، فهم صايمين مش قادرين يركزوا. حاجه تانية، الامتحانات جايه فوق مستوى الطالب الممتاز كمان، يعني امتحان الاحياء كان صعب جدا، الفيزياء صعب جدا كمان، مش مراعيين ان الاطفال صايمين، الطلبه صايمين، فهي صعبه قوي. يا ريت يقدموا الامتحانات، يا اما يخلوها قبل رمضان يا اما يخلوها بعد رمضان، لان الامتحانات في رمضان بصراحه صعب، واحنا متبهدلين مع اولادنا وبنيجي نقعد في الشوارع وكده، فهي صعب. ومن ناحيه تانية ما هماش مراعيين مستوى الطالب المتوسط، يعني هم حاطين الامتحانات بيمتحنوا الطلبه على انهم بيمتحنوا دكاتره. الامتحان الاحياء وحش جدا جدا جدا، دمر نفسيات الاولاد، وامتحان الفيزياء دمرهم، خلاهم حتى مش فايقين يحلوا المواد اللي بعدها.